الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح دليل على صيام الحادي عشر من محرم؟ الحمد لله، إذا كان قصد السائل إفراده بالصيام فلا أعلم دليلا يدل على استحباب صيام يوم الحادي عشر منفردا، لأن الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضيلة الصوم إلا فيما خصه النص بفضيلة زائدة. وأما إذا كان قصد السائل أن يصومه مقرونا مع عاشوراء فلا جرم أن الأدلة قد صحت بذلك، فإذا صام الإنسان يوم عاشوراء ويوما بعده فإن في صيامه حينئذ فضيلة. فإذا يوم الحادي عشر من محرم إنما تثبت فضيلة صومه إذا كان مقرونا بصيام عاشوراء، ولا أعلم فضيلة له تخصه إذا كان المقصود به صيامه منفردا. فإذا فضيلته باعتبار اقترانه بعاشوراء لا باعتبار انفراده، والله أعلم.